أما عن السؤال مولانا، فأنا بفضل الله تبارك وتعالى معلم قرآن كريم وقراءات. أتاني أحد الطلاب يعني يريد أن يدرس علي قراءات، ولكن هذا الأخ هذا الله يعني ينتمي إلى فرقة كده من الفرقة التي تقع في العلماء بدعوى الجرح والتعديل وما إلى ذلك، فأنا أكره أن أعطيه هذا العلم، فهل إذا منعته من هذا يعني علي إثم أو شيء، أكون قد كتمت علما؟ يعني هو يريد تخصيص وقت معين خاص به أو سيدرس مع الناس؟ لا، هو سيدرس مع الناس، لن أخصص له وقتا معينا. لا تطرده، علمه لعل الله أن يصلحه بك. الله المستعان. هذا بالنسبة إلى السؤال. سيدنا جزاكم الله خيرا.